نختار نعيد تأثيث منزل أو حتى منكون بالبداية، شو هي الخطوط أو الأساسيات يلي ما بصير نتجاوزها؟ لأنه نحن دائما سلمى يمكن منميل للناحية الجمالية أكثر، بنحاول نلاقي وين في شغلات حلوة يمكن نضيفها للبيت، وهون يمكن نتيجة إهمال أو الجهل ببعض الأمور بتصير أخطاء بأساسيات المنزل. راح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع مهندسة الديكور نور عيسى. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما قلنا، تأسيس المنزل أو إعادة تجديد الديكور هو أمر كتير مهم، ولكن بنفس الوقت في كتير قواعد لازم الناس تنتبه عليها، اللي هو أنه أنا ممكن نفس شيء هو ما بيتناسب مع طبيعة البيت أو أساس البيت أو حتى الأساسيات اللي هي موجودة. خلينا نحكي أكثر، شو هي الخطوط الأساسية لازم يكون الشخص يعرفها قبل ما يبلش ديكور أو إعادة تجديد ديكور البيت؟ تمام. هلا مثل ما نحن حكينا سابقا، انه اهم شغله نحن نعرف مساحه البيت هي قديش وشو بيسع. يعني نحن ما نكون عم نحط فيه غرف زياده، يعني بنكون اكلنا من المساحه، لا نكون نعرف بالضبط الغرف اللي عندنا، نقدر نستفاد من المساحه باكبر قدر ممكن. هي بالنقطه الاولى، يعني نعرف نحن مثلا نقدر نحقق غرفتين نوم، حمام او حمامين، صالون كبير، وين بدنا نحط الغرف تكون مثلا فيها شباك. الغرف اللي ما ممكن نحقق فيها شباك هي اي منطقه تكون، هي بالنسبه للتوزيع. بعدين بننتقل نحن لمراحل التوزيع، الكهرباء، الصحيه، التكييف، هدول القصص اللي بتتبع. طبعا اهم شغله انا دائما بنصح انه يكون نحن عم نشتغل على مخطط بالبدايه لحتى يكون كل شيء موزع بطريقه صح. يعني نحن ممكن بعدين نغير بالفرش بعد ما نكسر البيت ونخلص منه، ولكن الكهرباء والصحية وهدول القصص بتصير كتير صعب انه نغير فيها، وبنفس الوقت بتكلف. فلهيك انا دائما بفضل نكون نحن ماشيين على مخطط، نكون عارفانين النقط الاساسيه فيهم، يعني التلفزيون وين بده ينحط، الحمامات وين، توزيع الحمامات كيف، المطبخ كيف توزيعه، وباقي القصص مثلا كفرش ممكن يتغير فيها بعدين. خلينا نحكي شوي عن اختيار الارضيات بالنسبه للبيوت. كثير من الاشخاص ممكن بيختاروا اللون الحلو، اللون اللي بيتناسب يمكن مع شو بدهم يجيبوا فرش، ممكن ما يعرفوا هنا شو هي الارضيه المنيحه مثل ما بنقول، او الارضيه المناسبه لبيتهم. فخلينا نحكي عن موضوع الارضيات وكيف بيتم اختيارها، على اي اساس؟ اول نقطه باختيار الارضيات او الحمامات كسيراميك، هي نعرف قديش المساحه نحن عندنا. يعني نحن اذا كانت عندنا مثلا مساحه البيت كبيره، ممكن نختار بلايط تكون قياسها ما انه كثير كبير، يعني ناخذ قياس مثلا متر بمتر، او ممكن نروح لقياسات اصغر بشوي لحتى نحن تبين المساحه الكبيره عندنا. اذا كانت الشقه صغيره بنقدر ناخذ مثلا قياسات بلاط اكبر مشان نقدر نعطي شراحه للبيت، ونعطي مثل انه كانه هو مبين اكبر، بس هو بالفعل بس البلاط القياس هو عامل هي الخدعه البسيطه. اهم شغله نحن لما بنختار البلاط نعرف المساحه، لانه ممكن يصير عندنا هدر بعدين. يعني اذا كانت مثلا انا عم بشتري فرضا سيراميك حمام، وانا عندي مثلا عرض الحيط فرضا هو متر، انا رحت اشتريت بلاطه متر 60، فانا في عندي 60 سنتي ممكن يتشرك نحن بنسميه، فيروح هدر، فهذا حرام. فلا، انا لازم اخذ كل قياس حيط، قياس الارضيه قديش مشان ما يصير عندي هذا الهدر. هي بالنسبة للقياسات. إذا كنا عم نحكي كنوعيات، في عنا نحن إذا كنا نروح البورسلان أو الجرانيت، أو بدنا نروح للرخام. الرخام نحن بنقدر نعمل القياسات اللي بدنا إياها نوعا ما، مشكلته بس الرخام إنه تكلفته عالية. الإيجابية تبعته إنه مع الوقت إذا نزلت عليه حمضيات أو هالقصص هو بيتفاعل معه، ولكن بنقدر نجليه فبترجع على الرخام كأنه جديدة. أما بالنسبة للبورسلان والجرانيت عنا قياسات محددة بنقدر نشتريها بالسوق، بس هي متنوعة. وشغلة تانية نحنا بالإيجابية تبعيته إنه ما بيتفاعل مع المواد الحمضيات وهالقصص، ولكن سهل تغيير. يعني إذا انكسرت عنا بلاطة نحنا بنقدر نشيلها ونركب بدالها، ما بنقدر نعالج مثل الرخام بالجري. وعنا أنواع للبورسلان أو الجرانيت أو السيراميك بالسوق موجودة، في كتير أنواع من التكلفة القليلة للتكلفة العالية. أهم شغلة نحنا ننتبه فيها وقت نختاره أنه ما يكون مقوس. يعني نحنا نحاول وقتنا نشتري نركب بلاطتين جنب بعض بالمحل، أو نفتح صندوق نحطهم جنب بعض، ما نلاقي في شيء بارز. يعني لما نلمسها ما نلاقي شيء بارز، لأنه هي وقت التركيب ممكن تعمل معنا مشاكل، ويكون الواحد ماشي بالبيت فرضا بيتفشكل، هي بتكون سبب التقويس تبع الجرانيت. طب نور، كمان خلينا نحكي عن الإضاءة، هي عنصر كتير مهم بالبيت، وأوقات بتطلع موضة معينة بتركيب الإضاءة بشكل معين بالبيت. خلينا نحكي شو هي الأخطاء اللي ممكن ترتكب بهذا الموضوع.
صحيح مثل ما حكيتي نحن قبل 10 او 15 سنه كانت الموضه انه مثلا كثير نحط سبوت لايت بقلب البيت، نكترهم، نحط الالوان مثلا بالتريات الكبيره، التريات الكبيره، الاناره المخفيه مثلا تكون ممكن نحط الوان. هلا نحن بهي الفتره صرنا عم نبعد عن هدول القصص، عم نحاول دائما تكون الديكورات مريحه للعين لانه لذات تماما شغلات اللي بنقدر شيء مريح نقدر نشغلها بالبيت بسبب قطع الكهرباء يعني. فنحن حاليا عم نحاول نروح للشغلات تتناسب مع الوضع الحالي اللي بالبلد. اول شغله نحن مثلا نقدر نركب ليد مثلا بقلب السقف بطريقه مرتبه، هو بيشتغل مثلا بقطع الكهرباء بنفس الوقت، وقت تجي الكهرباء هو بيكون عم بيعطي الضوء الحلو. عم نبعد عن الالوان، صرنا عم نروح للحلول مثلا اذا كنا رايحين لحل مثلا مركبين بطاريات وانفرتر وهالقصص، دائما عم نحط ليد مثلا او سبوتات هي بتتشغل على هدول، مو انه والله اذا انقطعت الكهرباء نحن ما نقدر نشغل. فدائما انا بفضل الحلول اللي تتناسب مع الوضع. اهم شغله انا بنصح فيها انه نحن ما نكتر العدد، يعني نحن لما نعمل غرفه ما نكتر سبوتات بقلب السقف، لا نحط كم واحد بتوزيع مناسب والشده تبعه هي تكون عاليه، يعني نحن بنقدر نضوي الغرفه بطريقه مريحه وحلوه وبنفس الوقت ما يكون في شيء مزعج للعين بكميه كبيره. فهدول اهم الشغلات لانه بصير هدر بالكهرباء اذا كانت جاي، وبنفس الوقت هدر وقت نحن بنشتري هي البضاعه. نور حكيت عن مشكلة الصحية يلي هي يمكن المشاكل القاتلة في حال حدثت بالبيت، وتلافية أو خلينا نقول إصلاحها فيما بعد بيكون بيحمل معه مشاكل تانية، أهم التكلفة العالية لحتى نرجع نصلح. فمن البداية كيف نعرف أنه نحن عنا مثلا مشكلة بالصحية أو ممكن مع الأيام نقع بمشكلة رطوبة مثلا؟ أهم شغلة بالصحية نحن أول ما نشتري البيت أو نكون فاتين مرحلة الإقصاء من البداية نشوف شو التمديدات تبعه. نحن التمديدات القديمة بتلاقوها كلياتها مثل الحديد، بتلاقيها هي بتتفاعل مع الوقت فبتلاقيها مثل مصدية وهالقصص، فهي بتكون ما أنا منيحة كمسيرة مثلا المي فيها أو هالقصص، بصير فيها تراكمات ممكن تنسد. هلأ نحن صرنا عم نبدل ونحط التمديدات البلاستيك كليات الجديدة، فهي بتروح عمر وما بقى بتتفاعل يعني مع المواد. هي اول نقطه. ثاني نقطه نحن ممكن يصير عندنا تسريب عند الجيران مثلا اذا كان طابق تحتنا او هيك، فلازم نتاكد منهم انه انتم كنتوا عم تعانوا من اي مشكله بعد ما نكون بدلنا هدول التمديدات تبعيتنا. بالنسبه للرطوبه نحن لازم دائما ننتبه على الحيطان قبل ما نبلش نلبس سيراميك وندهن وهالقصص. بعد ما نكون خلصنا مرحله الطينه، يا ترى نحن عم نلاقي شيء مناطق كانه فيها مي، عم نلاقي شيء عم بفتفت عم بهرهر، يعني نحن الطيان وقت بيكون عم بيشتغل وفي رطوبه الطينه تبعيته ما بتنشف، بضل في منطقه هيك مبين عليها كانه في مي، هون معناتها نحن في عندنا مشكله لازم نحلها. انا دائما بنصح انه ضروري نحن نحل مشاكل الصحيه قبل ما نمشي بالمراحل بعدها، لانه مثل ما حكيتي لما نكون خالصين كثير صعب نرجع نصلح، فيها تكسير، فيها كلفه ماديه كثير عاليه، وبنفس الوقت يعني لبكه لصاحب البيت، فاكيد بفضل دائما تنحل قبل. طيب نور كمان خلينا نحكي عن التكييف، يعني كثير ناس مثلا بيكون تصميم غرفه القعده بعيد عن المكان اللي ممكن ينحط فيه المكيف، فبيضطروا يعملوا تمديدات كتير طويلة بقلب البيت، وهذا الشيء بيأثر حتى على جودة عملية التكييف، أو في ناس بتحطه بشكل ظاهر بقلب الغرفة. نحكي عن هاي التفاصيل. تمام. هلأ نحن إذا كان البيت عم نكسيه من البداية أكيد أنا ما بفضل تكون التمديدات ظاهرة، هاي أول نقطة. تاني شغلة مثل ما حكيتي كل ما طولة المسافة تبع التمديد كل ما خفت الأداء تبعه للمكيف، فأنا ما بفضل هاي الشغلة. غير انه خف الاداء بتصير تكلفته عاليه، نحن كل ما زدنا امتار التمديد تبع النحاس كل ما عاليه التكلفه، فانا ما بنصح بهذا الشيء. غالبا نحن عم نحطه تقريبا على الواجهات او شيء قريب من الشبابيك مشان نقدر نحط القطعه الخارجيه ان كان على خارج المنزل او على البلكون، فانا دائما بفضل تكون مناطق قريبه اولا مشان الجوده تبع اداء المكيف، ثانيا مشان التكلفه نكون نحن خففناها. كيف توزيع المكيفات بقلب الغرف؟ انا مثلا الصالون دائما بفضل يكون ورا الصوفة الثلاثيه فوق، لانه مشان وقت يكون واحد قاعد مثلا عم يتفرج على التلفزيون ما يكون عم يضرب بوجهه المكيف، بيكون مزعج. فدائما بفضل انا يعطي بروده لكامل الغرفه بدون ما يكون مؤذي. بنفس الشيء بالنسبه لغرف النوم بفضل يكون فوق التخت مو مقابل التخت، لانه مقابل التخت دائما كمان بيكون مزعج. في عنا مثلا بالمطابخ في ناس بتركب مكيفات كمان يكون بعيد عن الغاز، ما بتجي الهواء تبع الغاز مشان ما يطفي. يعني عنا كتير نحن حلول على حسب كل وضع شقة ووضع كل غرفة، بس أهم شغلة نحن نبعد عن التمديدات الطويلة مشان ما يخف الأداء ونفس الوقت ما تطلع التكلفة عالية.
من الأمور كمان اللي كتير من السيدات توقف عنها هي المطابخ. شو بتنصحي نور للمطابخ، خاصة أنه نحن كمان نميل شوي للألوان الحلوة، للألوان الجريئة أوقات مثل يوم ودرج نلحق الموضة أكثر، بس في نوعيات معينة للمطابخ مثل ما منقول فيها جودة كتير عالية، فكيف تنصحي من ناحية الألومنيوم، من ناحية الرخام الموجود أو حتى الخشب المستخدم؟ أول شغلة بالمطابخ نحن لازم ننتبه على ترس المطبخ، الرخام اللي بده تنحط. هي أول شغلة لازم نحن وقت نروح لنشتري هي القطعة نسأل صاحب المعمل هي يا ترى بتتركب لمطبخ، لأنه في منهم كثير بيتفاعلوا مع الوقت مع المواد. غالبا نحن بنروح للجرانيت الطبيعي من بعد عن الرخام. الجرانيت الطبيعي في أنواع معينة منه كثير منيحة للمطابخ، لهيك دائما بنلاقيها أغلب العالم تستخدمه، خاصة هلا دارج مثلا الجالكسي لونه أسود بتلاقي فيه رصفة مثلا ذهبي أو فضي. هي بالنسبة لترس المطبخ. أنا دائما أفضل مثلا خلف الخزن نحط سيراميك أي نوع شو ما كان رخيص، بس مشان نحمي الغرفة اللي خلفه ما يجي عليها وما يجي ورا الخزن، مشان ما تصير عنا رطوبة خلف خزن المطبخ. بالنسبة للخزن تبع المطبخ سابقا كانوا يعتمدوا الخشب ويلبسوه قشر، وبعدين اكتشفوا مع الوقت انه لما عم بيتعرض لمي عم بتصير الدرفه مثل تفشفش او ترطب، فصرنا نبعد عن هذا النوع. هلا حاليا نحن عم نركب الواح ام دي اف ملبسه طبقه، نوعا ما اذا بتمسحيها بالمي ما بتتاثر، ولكن اذا بدك تكبي عليها مي اجباري بتتاثر. مشكلتها انه تكلفتها عاليه شوي، فدائما انا افضل نحن ندرس توزيع المطبخ بطريقه صحيحه مشان ما نفوت بتكاليف عاليه. طيب كمان من الشغلات اللي الناس اوقات بتواجهها اللي هي البرندات او الاماكن اللي فيها تهويه، في ناس كتير بتقول خلينا نوسع ناخذ غرفه اوسع فبتأزز البرنده، وفي ناس بتروح على بيت هو بيكون اصلا معمول هيك، يعني هي مجبوره على هذا الواقع. التعامل مع انه انا غير بشكل الواجهات بالاناره، كميه الهواء اللي عم بتفوت للبيت والاناره الطبيعيه من توزيع الشبابيك والبرندات، او اني انا كيف اتعامل اذا هاي الغرفه موجوده، شو ممكن انا احسنها، شو افضل استخدام للغرفه المأززه مثل ما بنقول. مثل ما حضرتك حكيتي غالبا نحن عم نروح للبلاكين عندنا نحن نضمها لداخل المنزل لحتى نكسب مساحه اكبر، لانه نحن عندنا البيوت اضافيه احيانا تماما، لانه نحن عندنا البيوت غالبا ما لها المساحات الكبيره، فبنحاول نكسب اكبر قدر ممكن. هلا نحن لازم يكون عندنا غرفه نقدر مثلا نستخدمها لل، يعني فرضا ست البيت بدها تنشر غسيل او شيء، لتكون نحن بنقدر نعمل فيها حركه هواء. إذا كنا بنضم غرفة مثلاً البلكون لقلب البيت نعرف شو الواجهات اللي نركبها، يعني يا ترى هل نحن رح نركب سكوريتي؟ سكوريتي هي عبارة عن ألواح إزاز كبيرة بنشوفها نوعاً ما، بتكون هي مقصة بدرجة حرارة عالية كتير، فلما مثلاً ممكن يتعرض للكسر ما ممكن يكون مؤذي. بس شو السلبية تبعه؟ أول شيء التكلفة تبعه عالية، تانية شغلة اللي هي أنه ممكن يسرب هواء. هلأ هو بيحمي أنه تدخل الهواء قلب الغرفة 80% نوعاً ما، أو ممكن توصل لـ 85، ولكن نحن في عنا تسريب هواء حيصير بقلب الغرفة، ولكن الجمالية تبعه كتير عالية. ممكن نركب شبابيك نظامية بس بتقلل من الجمالية، وبنفس الوقت الإيجابية تبعيتها أنه بتحمي من الهواء بطريقة كتير منيحة. ممكن نحن نستخدم هاي الغرفة غالبا نحن عم نعملها مثل نعمل فيها خزنة كبيرة تكون نقدر نخزن فيها، لأنه نحن بقلب البيت ما عندنا هالكمية التخزين دائما بسبب مساحة الغرف، فعم نستخدم البلكون اللي نعمل فيها مثلا إذا فيها خلعة صغيرة فرضا مكان نعمل فيها خزانة كبيرة بنقدر نحط فيها كل شيء. فأنا دائما أفضل يكون في ندرس نحن الشبابيك تبعيتها كيف هي، هي أهم نقطة فيها. أكيد نتشكرك أكيد المهندسة نور على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. شكرا لك. شكرا لك. شكرا كثير لك لكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها.